طيب مرة تانية بنتواصل مع أستاذ إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية. أستاذ إيهاب أهلا بحضرتك معنا في المجلة السياحية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا. أستاذ إيهاب، بنتكلم يمكن تحديدا عن اهتمام الدولة في الفترة الحالية وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام تحديدا بملف السياحة والاستثمار السياحي والعمل على تدليل العقبات في هذا الاتجاه. يعني حضرتك شايف إزاي جهود الدولة في هذا الاتجاه وأبرز التحديات أمام الاستثمار السياحي؟ بصي يا فندم، من 6 أشهر ابتدت فكرة المبادرة اللي هي 50 مليار جنيه لتمويل وزيادة عدد الغرف الفندقية أو تجديدها وإحلالها. تم مناقشة هذا الملف مناقشة جيدة في مجلس الوزراء وتم وأخذ موافقة عليه، لكن نتيجة التعديل الوزاري واتأخر صدور اللائحة التنفيذية بتاعته. الأسبوع اللي فات السيد رئيس الوزراء اجتمع مع السيد وزير السياحة الشريف فتحي وخلاص الخطوط النهائية بيتم وضعها وسيتم عرضها على مجلس اتحاد مجلسنا لوضع آلية للتنفيذ، يعني نشوف مين نقدر يعني هنوزع الاستثمارات ازاي على المحافظات، يعني حسب احتياجات شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر وأسوان، القاهرة، الساحل، لزيادة عدد الغرف الفندقية اللي محتاجينها، لأن مبادرة ال 50 مليار لن تكفي لزيادة 250 ألف غرفة. فهي دي هتبقى زي المرحلة الأولى، وهتبقى إن شاء الله في حيز التنفيذ في خلال أسابيع أو شهر بكتير إن شاء الله. طبعا في تركيز من القيادة السياسية للوصول بالعدد ل 30 مليون سايح إن شاء الله، على 30 لا إن شاء الله هنحقق هذا الرقم على 28 أو 27. ده مرتبط بزيادة عدد الغرف الفندقية وأيضا الطاقة الناقلة للطيران، ودي احنا بنعول عليها لان السيد شريف فتحي كان وزير الطيران، وبالتالي هيساعد في هذا الامر بزيادة عدد الرحلات القادمة لمصر، لان 96% من اعداد السياح اللي بيجوا مصر بيجوا عن طريق الطيران وليس هناك اماكن متاحة. فاحنا بيتم دراسة فتح خطوط جديدة مباشرة لبعض الدول ليس لنا فيها خطوط طيران مباشرة، فدي هتزود الكثافة فبالتالي هنصل للرقم. يبقى الموضوعين اللي فيهم تحديات زيادة أعداد الغرف الفندقية ووسيلة السفر اللي هي الطيران للوصول إلى المقصد السياحي. أستاذ إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.